الوصفة دي عشان نعملها عايزين 4 صدور فراخ، وعايزين 2 كوباية كريمة، نص كوباية جبنة بارميجان مبشورة، وكوبايتين مشروم، بقدونس، عايزين بيكن، مكعب مرقة، ماسترد، وعايزين معلقة زبدة، وعايزين 2 فص ثوم. يعني الملح والفلفل هنخليه بس عشان نتبل بيه الفراخ، لان احنا اوريدي عندنا مكعب المرقة، وعايزين ريحان مجفف وشوية بقدونس للوش. تمام، هناخد معلقة صغيرة من الزبدة ومعلقة من الزيت. قبل ما نعملهم على النار خلينا احسن نتبل الفراخ الاول ونحطها في الفرن. هناخد شوية زيت، ممكن ناخد شوية زيت زيتون نحطه في قاع البايركس، وناخد صدور الفراخ اللي عندنا انا بس هحطها شوية في الفرن علشان تستوي، هتاخد تقريبا 25 دقيقة. بس هحط لها شوية ملح، شوية فلفل، يعني انا مش مضطرة اتبلها باكتر من كده لان الصوص فيها توابل فيها نكهة كتير، فهو مش هيبان الطعم قوي بتاع الفراخ، يعني الصوص اكتر هي اللي هاخد منها الطعم. ناخد حتة زبدة صغيرة ومعاها شوية نقطة زيت، بس نقطة نقطة عشان الزبدة ما تتحرقش مني. اول حاجة هنحطها هتكون الثوم، وعندنا المشروم هنا عايزين نقطعه، والبيكن كمان عايزين نقطعه. الوصفة مكوناتها مش كتير بس طعمها خطير. هنحط الثوم، وهنقطع المشروم ونحطه برضو مع الصوص. اهو البيكن عايزة أقطعه لمكعبات، خلينا نحط كذا واحدة فوق بعض علشان إيه نكسب وقت. كده تمام. ناخد بقى دلوقتي الماسترد، هتدي كده مزازة وطعم لذيذ قوي للصوص. بس جربوها الوصفة دي وشوفوا قد ايه هيجيلكوا تعليقات حلوة عليها. نحط مكعب المرق والريحان والكريمة، احط شوية من الريحان المجفف، وهحط البيكن، وهخليهم بس يغلوا غلوتين مع بعض، وهخلي الصوص على جنب جاهزة لغاية ما تخلص الفراخ، والجبنة اللي عندنا بنحطها على الوش في الآخر. هناخد الطبق بتاعنا هنحط فيه الصوص، طبعا الصوص احنا مسخنينها، حطها فين؟ جاز هنا. طيب خلاص اهي الصوص سخنة طبعا، جبنة البارميجان على وش الفراخ،